بوفيه من مطعم ربوع أمدر دبي تحت إشراف وتصميم الشيف الرائع جعفر عجب. ما شاء الله ما شاء الله، صلاة على النبي. بوفيه كامل ما شاء الله، صلاة على النبي. السمك، مكرونة بالبشاميل ما شاء الله، فراخ ما شاء الله، الشيء ما شاء الله، صلاة على النبي ما شاء الله. الرز شكل تشكيلة جميلة. البفتيك، يا سلام على البفتيك، وما أدراك ما البفتيك، يا سلام. والطعمية ما شاء الله، صلى على النبي ما شاء الله، صلى على النبي. بوفيه متكامل، نشكر الشيف جعفر عجب ما شاء الله، صلى على النبي. منازلها إلا محب زايد أساسها واليوثن وراها داروا على الدانات سبع أبد إلا دار زايد لا تقرب حماها لا تقرب منازلها إلا محب زايد أساسها واليوثن وراها داروا على الدانات سبع أبد نحنا شعوب لها نفدى تراها نبذل الغالي لها دوم ونهب نحنا شعوب لها نفدى تراها نبذل الغالي لها دوم ونهب إلا دار زايد داري لا تقرب حماها لا تقرب منازلها إلا محب زايد أسسها واليوم وراها. حياكم الله مشاهدينا الأعزاء أوفياء برنامج لآل الاتحاد بحلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي لآل الاتحاد، وكما عودناكم دوما بتسليط الضوء على شخصيات مميزة وناجحة داخل دولة الإمارات. نحن اليوم بإمارة دبي بضيافة مطعم ربوع أمدر للمأكولات السودانية الشعبية ومالكه الدكتور طارق أحمد سليمان أحمد. أهلا وسهلا دكتور. مرحبا بكم في مطعم ربوع أمدر. بالبداية منرحب بحضرتك معنا في برنامج لآل الاتحاد، وحابين نتعرف على شخصك الكريم لجميع متابعين. أنا طارق أحمد سليمان أحمد، من سوداني الجنسية، من مدينة ودمدني، أعمل بمدينة دبي منذ 20 عاما. نعم. وفي خلال هذه 20 عام عندي بعض الأعمال التجارية. نعم. هنا في دبي. نعم. كيف كانت بداية الخطوات الأولى لك في بداية الاستثمار في هذا المجال، مجال الضيافة والقطاع المطاعم بشكل عام؟ والله بالحقيقة أنا أقول لك ما خشينا في قطاع الاستثمار، وإنما كان تحدي لأشياء ما. بدأت الفكرة في سنة 1999 في مدينة الفجيرة. نعم. مع الأسرة على أن نكون جمعية نعمل عمل تجاري في مدينة الفجيرة. نعم. في ذلك الوقت كان أخي وابن خالتي البروفيسور محمد خليل، ولم نوفق في نجاح تلك الخطة. وبعدها توجهت شخصيا إلى الشارقة، وبدت الفكرة من الشارقة. نعم. بمطعم ربوع السودان. نعم. والكل يعرف مطعم ربوع السودان. نعم. وإنما إحنا بدأنا مطعم ربوع السودان برضو لقصة ولأسباب. نعم. كان لدينا صديق مهندس رحمه الله توفى بمرض السرطان،
وكان يوم من الأكل وغال يوم من الزيوت المهدرية. نعم. بناء على ذلك قررت أن أعمل مطعما ويكون على مستوى عالي من الجودة. جميل. من غير النظرة للأشياء المادية. نعم. وتم الاختيار وبدأنا في الشارقة، ومن الشارقة توسع العمل وتوجهنا إلى دبي. نعم. وعندما حاولنا أن نسجل المطعم باسم ربوع السودان فرع دبي، لم نعطي الاسم، فغيرنا الاسم إلى ربوع مدر. نعم. وبعد سنة ولا سنتين من العمل في ربوع مدر، والناس عرفت ربوع مدر، بعد ذاك وجدنا أن المكان لا يشيل لا يسع للناس، فعملنا ربوع مدر فرع واحد. نعم. يعني دكتور طارق، نعود إلى ما قبل 21 عاما تقريبا إلى البداية. دائما بداية كل استثمار يكون هناك تحديات، هناك صعوبات يواجهها المستثمر في البداية. دعنا نتحدث قليلا عن الصعوبات والتحديات التي واجهت السيد طارق في البداية. والله البداية واجهتنا صعوبات كثيرة. أول حاجة الخضار، الخضرة والفواكه والحاجات دي، فهم نعرف المصدر الصحيح، احنا نشتغل بجودة رقم واحد. نعم. فتحصلنا بعد سنة على أحد الموردين للأغذية. نعم. والحمد لله لحد الحين نعمل معه ولا يعطينا إلا رقم واحد من الخضار. نعم. بالنسبة للحوم مهمة جدا، وإحنا بنستعمل لحوم طازجة، فتوصلنا بعد تعب بعد مرور واحد عام حتى قدرنا نتوصل إلى المورد. نعم. صحيح اللي يمكن يوردنا اللحوم اللي احنا طالبينها. نعم. والحمد لله الحين توفقنا. يعني باختصار انا شخصيا تعبت مع شغلي، كنت بشتغل شغل اضافي في المحل لمده لا تزيد عن 3-4 ساعات في اليوم عشان اتحصل. نعم. اليوم انا ما متحرك ولا اي شيء، كل الاشياء بتجي المحل لحاله، والحسابات ماشيه لحاله، واي شيء ماشي لحاله، والشباب موجودين. الشباب ممشيين الشغل بالطريقة اللي هي المطلوبة. يعني أنا حاليا بس صاحب الفكرة، صاحب الاسم، لكن ليس صاحب العمل. نعم. لأنه العمل ده بيرجع لناس ثانيين وقفوا معاي. نعم. يعني أنا لو رجعت لك في الشارقة من جد أعمل المشروع ده، وجدت رجل خيرا. نعم. يدعى طارق العبودي. نعم. في الشارقة، فأول ما عرف إن أنا بعمل في مشروع خيري، ما كان عندي مكان، أعطاني المكان بمبلغ رمزي وهو 666 درهم. نعم. سيد طارق، يعني هذا المجال، مجال الضيافة والمطاعم بشكل عام داخل دولة الإمارات، يحتوي على الكثير من التنافسية العالية داخل الدولة. ما الذي يميز مطعم ربوع أمدور السودان؟ ما يميز مطعم ربوع أمدور السوداني الأكل الموجود يومياً فريش. نعم. يعني الأكل اللي بنطهي اليوم بيكمل اليوم. نعم. يعني ما عندنا حاجة بتكون لي بكرة أو بعد بكرة. نعم. الجودة تحت اللحوم، والجودة تحت الخضار، والصدق والأمانة. نعم. بعدين يعني حتى الزبائن الموجودين بيجوا هنا عندنا، إذا ما عنده فلوس ما عنده أي شيء يأكل ويمشي. نعم. ده احنا عندنا كرم سوداني. جميل. نعم. احنا بنقدم خدمات زي دي تحصل. نعم. يعني سودانيين. نعم. إنسانية عندنا. نعم. وعندنا أول ما جات الكورونا والناس انقطعت هنا وبتاع، صحيح، احنا كنا بنطبخ للناس ونديهم من غير مقابل. نعم. وقبل فترة كان في برضو حوالي 30 سوداني انقطعوا هنا وجو برضو ما لقوا أي مخرج، فاحنا برضو تكفلنا بالحتة دي كمطعم ربوع أمدور. نعم. وعندنا في رمضان برضو بنعمل أعمال خيرية في رمضان أو. نعم. في النهاية إحنا ما جارين ورا الربح، والله ما جارين ورا الربح ولا أيه. القروي دي بتمشي لمنه؟ بتمشي للعاملين الموجودين هنا. أنا عندي راتبي بأخده بكفيني أنا وأولادي. نعم. أنا شخصيا طارق عشان تنجح في الشغل، لما نجي هنا مطعم ربوع أمدور وأكون ما شفته إلا 17 يوم، اشتري منهم بيشروني اشياء ب 200-300 درهم ويحملوني اليها، وادفع 300-200 درهم. نعم. ولما تجي الخساره في الفتره حقت كورونا الاولى
يعني فعلا الزول لو ما كان قوي وفي فلوس كان كنا قفلنا، لانه ما كان في ناس بتجي وبتاع، والناس خايفه وناس دارين رواتب ودارين اي شيء، لكن برضو الاولاد يكفوا وكانوا البيهم بيشيلوه. نعم. لكن الحمد لله الوضع الحين تحسن. نعم الحمد لله. سيد طارق، نتحدث قليلا يعني من خلال تجربتك داخل دولة الإمارات، من خلال هذه السنوات الطويلة في العمل والاستثمار، من خلال هذه التجربة، ما هي التطلعات المستقبلية أو ما هي الخطط المستقبلية للدكتور طارق في هذا المجال؟ والله الخطط المستقبلية موجودة، لكن في الوقت الحالي احنا وقفنا شوية. احنا بدينا طلعنا لأبوظبي بناء على السودانيين الموجودين في مدينة أبوظبي، لأنه كل جمعة بيجوا هنا من أبوظبي عشان يفطروا هنا في ربوع أم دور. وفعلا أنا مشيت أبوظبي وبدأت أبحث عن مكان في أبوظبي، ووقفني بس مشكلة الكوفيد 19 جائحة بتاعت كورونا، وقفتها ما واصلتها. عندنا الفكرة برضو نعمل واحد في العين، مطعم في العين. نعم. وبعدين لأنه الفجيرة كانت الفكرة الأساسية، بدأت من الفجيرة. نعم. يعني ده يعني لروح المرحوم الدكتور محمد خليل، بنفكر ننفذ المشروع بتاع الفجيرة المتكامل. نعم. إن شاء الله. إن شاء الله. إن شاء الله. دكتور طارق، حدثتنا قليلا عن الأشخاص الذين ساندوك في البداية، تحدثت بشكل مختصر. يعني طريق النجاح لا يمكن أن يكتمل بشكل فردي، لا بد أن يكون بشكل جماعي ليكتمل. يعني نريد أن نعلم من هم الأشخاص الذين ساندوا الدكتور طارق للوصول إلى ما هو عليه لهذا اليوم. محمد علي الكعبي هو من مواطني مزارع قرب حتى، وهو أول كفيل لي في هذه البلد. وبعدها تركت العمل معه، وعلاقتنا مستمرة حتى اليوم. نعم. هذا الرجل يتصل بي يوميا، وهو ساعدنا بالرخصة وبالاسم التجاري وبأي شيء. نعم. والله العظيم هذا الرجل عمل معنا الدكان تاني ما يعرف عنه أي شيء. نعم. بس كل مرة بيزعل، إن شاء الله ماشيين كويس، إن شاء الله ما في مشاكل، نقول الحمد لله والشكر لله. الحمد لله. دي من الناحية. الرجل الثاني في الشارقة اللي هو طارق عبودي، ده رجل بتاع بر وإحسان معروف. أول ما عرف إنه أنا دار أعمل مطعم وأقدم خدمات إنسانية وحاجات بالشكل زي ده، طوالي أداني محل بسعر رمزي اللي هو زي ما قلت لك 666. لحد الحين أنا ما أعرف ليه 666، ليه ما بقى 665، ليه ما بقى 700 لحد الحين. يعني وهذا الرجل ما كان بيزعل، دفعت إيجار ما دفعت إيجار ما بيزعل، بيقول لك المحل ماشي. نعم. يقول لك المساكين وزع للمساكين رمضان، هذا الكلام. نعم. هذا الاثنين وقفوا معنا وقفة يعني وقفة. نعم. كيف يرى السيد طارق، الدكتور طارق، كيف يرى النجاح من منظوره الشخصي؟ والله شوف الفكرة بتاعت بيكون معاك واضح بعد ما جات الجائحة دي، احنا اتجهنا لاتجاه ثاني. نعم. بعيدا من المطاعم. نعم. يعني مشينا في موضوع العقار. نعم. يعني حسي احنا وصلنا الحمد لله عملنا 2 عقار في الامارات في دبي. نعم. فدي برضو يعني من الحاجات اللي احنا لقدام نقدر نتوسع، حتينا القطاع العقاري. ايوه. نعم. القطاع العقاري هنمشي فيه عشان نمشي في القطاع بتاع المطاعم، ما حنقف في المطاعم. نعم. لانه احنا عندنا الفكره مش في الامارات بس، احنا عندنا الفكره نمشي السعوديه ونمشي قطر ان شاء الله. راح تخلي جروب باسم طارق سليمان احمد ان شاء الله. ان شاء الله. سيد طارق، من خلال تجربه حضرتك نود ان نوجه رساله الى الشباب وجيل هذا الجيل المقبل الى الحياه العمليه، وانت بالتاكيد خير مثال لهذا الشباب. والله انا اقول لك اي انسان جاي لشغل تجاري يدخل فيه لازم يكون صادق، لازم يكون صادق، يكون صادق في الكلام بتاعه في الغول بتاعه ويصبر، لانه ما من اول مره انت بتنجح، لازم انت تخفق. الاصرار، الخفقان ده دي بدايه النجاح. نعم. يعني احنا 3 سنين 4 سنين بنفتش، لكن الحمد لله
سريع سريع احنا عملنا اسم. احنا اول مره نقعد في مواجهه مع تلفزيون او كاميرا او اي شيء او دعايه، ابدا ما كان عندنا دعايه. نعم. احنا الدعايه عندنا هنا الناس اللي بياكلوا عندنا وبيمشوا من عندنا بيكلموا البقيه عن الاسم، والاسم معروف. الاسم هسي اسم ربوع اندر معروف على كل الامارات ومعروف في السودان. نعم. يعني تجيب لك امشي ربوع اندر. نعم. اكل في ربوع اندر. نعم. يعني حتى يعني عندنا لو ربنا ادانا في العمر عندنا التوسع. يعني انا عندي الاولاد هسي بقيت اجيبهم عشان يفهموا، مش يفهموا نوع التجاري عشان يدخلوا فلوس، يفهموا كيف يساعدوا الناس. نعم. وبعد ذلك الفلوس بتجي ان شاء الله، يعني ما عندهم مشكله ان شاء الله. أيوة. اذا اردنا ان نوجه كلمه من مطعم ربوع ام الدر ومن الدكتور طارق احمد سليمان الى قاده وحكام دوله الامارات العربيه المتحده على الدعم الذين يقدمونه للمستثمرين داخل الدوله. والله نشكر كل الحكام في دوله الامارات العربيه المتحده. نعم. وبالاخص حاكم دبي، لانه في دبي احنا يعني ما كان عندنا اي مشاكل، كلها مسهله. نعم. يعني مع الجائحه اي شيء فتحوا لنا، حتى لا نجيف حتى لا نخسر. نعم. ومتابعين، ولولا احنا لولا شغلنا ده لو كان في اي حته ثانيه كنا بنخاف. يعني حس احنا هنا ما بنخاف في الاستثمار بتاعنا في الامارات. نعم. ما بنخاف لانه الاستثمار مضمون، مضمون عندنا هنا، واي شيء مضمون واي حاجه مضبوطه ان شاء الله. نشكرك دكتور طارق على هذا اللقاء الجميل، ونتمنى لك التوفيق والنجاح الدائم بإذن الله. شكرا جزيلا، الله يبارك فيكم، ونتمنى نلقاكم مرة أخرى. نعم. إن شاء الله.